نرحب بضيوفنا الكرام من واشنطن الأستاذة روان نرجول المحللة السياسية المختصة بشؤون أمريكا والشرق الأوسط، أهلا بك. وأيضا أستاذ أليف صباغ خبير شؤون الشرق الأوسط، أهلا بك. ودكتور محمد صالح الحربي متخصص في الدراسات الاستراتيجية والسياسية من العاصمة السعودية رياض، أهلا بك أيضا. واسمحوا لي أن أبدأ مع دكتور محمد. دكتور، ليس الحديث عن مثل هذه المباحثات، عن هذه اللقاءات بين الطرفين السعودي والإيراني أمرا منطقية وواقعية، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والرياض صاحبة مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن؟ مساء الخير سيد محمد، لك ولضيوفك الكرام السيد روان والأستاذ أليف، مشاهديكم الكرام. لا، أول حين نأخذ الموضوع برمته، كانت زيارة للرئيس الكاظمي في نهاية الشهر اللي فات، ومن بعدها 9 أيام أعلن عن هذا الخبر في الفاينانشال تايم رغم النفي السعودي. ولكن السياسة هي فن الممكن. المملكة العربية السعودية قدمت مبادرة ذكرتم في تقرير الوقف الأحادي لإطلاق النار بصفة منفردة بناء على طلب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية المحيط الإقليمي. فنقول إحنا في الآن الأمور ربما يعني، بس الغريب يعني ما الداعي للنفي السعودي إذا كان الأمر يعني واقع؟ وأتوقع إنه السيد مصطفى الكاظمي يعني هو الركيزة ومحور الارتكاز الآن بحكم التحور والانتقال الاستراتيجي، تعدد العلاقات والانفتاح على الكل، وهو يواجه حقيقة ضغوط قصوى جدا جدا من إيران. فالملف اليمني جزء لا يتجزأ من الملف النووي الإيراني 5+1 ومجموعة العمل الشاملة المشتركة، والملفات حقيقة عديدة. فلو كان هناك ربما يكون إجراءات فنية تكتيكية في التعامل، وليس يعني بمستبعد، لأنه هناك ما لا يوجد الآن يعني حرب مباشرة ما بين المملكة العربية السعودية والنظام الإيراني، إنما إيران هي مزعزعة لأمن واستقرار المنطقة منذ عام 1979 عبر أذرعها، إن كان ذراع الحوثي أو حزب الله أو الفصائل الحشد في العراق وفي سوريا، والملفات حقيقة عديدة. نعم. فإحنا لا يمكن أن ننفي الخبر أو نؤكده، ولكن نبني آراءنا بناء على المعطيات. نعم. يعني وأسرح العمليات. نعم. أستاذ أليف، يعني في ظل هذه الأنباء، إلى أي مدى من المصلحة الإيرانية يعني تجعل طهران منخرطة في مثل هذه المحادثات والمباحثات؟ ونذكر بأن الكاظمي كان في طهران وكان أيضا في الرياض، وما الذي يمكن أن تقدمه إيران في سبيل ذلك؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. يعني تحدثنا عن موضوع زيارة الكاظمي إلى السعودية قبل، على شاشتكم طبعا، قبل أكثر من أسبوع، وتحدثنا أنه قبل هذه الزيارة أسرع وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد ليلتقي مع الكاظمي قبل سفره إلى السعودية. كان آنذاك شك وكأنه إيران تريد أن تضغط على الكاظمي ألا يسافر إلى هناك، وأنا قلت انه اعتقد انه ايران تحمل الكاظمي رساله لنوع من التصالح او من التهدئه او من التفاوض من المحادثات مع السعوديه، لانها مصلحه ايرانيه. المصلحه الايرانيه بشكل واضح بالتحليل وبالتصريح من قبل الايرانيين ان يكون هناك استقرار في منطقه الخليج. هذا الاستقرار، ما الذي يدفعها إلى ذلك الآن في هذا التوقيت بعد سنوات من التوتر؟ هذا الاستقرار يبعد الشبهة أو الحملة الدولية عن إيران بأنها تزعزع أمن الخليج. مصلحتها أن يكون هناك استقرار، وهذا الاستقرار يبدأ بالتفاهم بين العربية السعودية وإيران. إذا ما كان هناك تفاهم بين العربية السعودية وإيران، بالتالي لا يوجد لا للأمريكي مكان للتدخل ولا للإسرائيلي مكان للتدخل. أصحاب المصلحة في زعزعة الاستقرار هم أصحاب المصلحة في استغلال هذه. هل هو لقطع الطريق ربما عن إسرائيل في الخليج؟ طبعا أنا أقول إسرائيل صاحبة المصلحة الأولى في زعزعة الاستقرار بالخليج، لأنه فقط بهذه الطريقة تستطيع أن تنفذ إلى دول الخليج، إلى أنظمة الخليجية، وتجذر
نفوذه هناك، وخاصة أن هذا النفوذ مرتبط في بناء بنية تحتية وبنفوذ اقتصادي وأمني كبير جدا بدأنا نلحظه في الخليج، ويتحدث الإعلام الإسرائيلي عنه بوضوح، يعني هذا مش بالسهل. ولكن جملة أخيرة، إيران أيضا نفت هذا اللقاء، وأعتقد أنه النفي من قبل السعودية ومن قبل طهران كان متفق عليه مسبقا، لأنهم يدورون مفاوضات هادئة لا يريدون تدخل خارجي في هذه المفاوضات. أستاذ روان، كيف تفسرين كل ما قيل، وكيف يمكن أن يكون موقف الإدارة الأمريكية من هكذا أنباء ومن هكذا اتصالات إن وجدت؟ وهل ربما تكون على علم وقد تدفع بهذا الاتجاه؟ نعم، تحية لك وللضيوف وللمشاهدين. حقيقة هذه الأنباء هي على الأغلب ستكون منفية بشكل رسمي، لأن ما تم اللقاء أو اللقاء الذي تم هو على مستوى استخباراتي، وعادة هكذا لقاء يعني لا يتم بشكل معلن، ولكن هو تحضير لشيء أكبر. هذا واحد. ومن جهة أخرى، يعني كان هناك بعد قمة العلا يعني كان هناك حديث على أن الدوحة سوف تأخذ يعني هذا الدور المصالحة بين طهران والرياض، ولكن بعد زيارة الكاظمي كان من الواضح أن الدور أسند إلى رئيس الوزراء الكاظمي لعدة أسباب كما طرحها ضيوفك، ولكن أيضا هناك مصلحة أساسية للعراق هو أن لا تصبح ساحة أو يعني تزيد لأن تصبح ساحة للصراع الإقليمي بين السعودية وإيران، وبالأخص أن هناك مشاريع تنموية واستثمارية أرادت أن تطرح في العراق ولكن رفضها الأحزاب المحسوبين على الحشد الشعبي. لذلك هناك يعني رغبة في السعودية في هذا النوع من التصالح أو المصالحة، لأنه لا تريد الحروب بالوكالة، تريد علاقات دولية ذات تعاون دولي مع إيران، وقف فكرة تصدير الثورة والنزعة الطائفية. ما تريده إيران هو علاقات طيبة، وبالأخص في موضوع الحج، لأنه كان هناك عدة حوادث يعني تعرضت لها وظهر علينا شخصيات إيرانية تطالب بتدويل الحج. أخيرا، من الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى أن هذه المصالحة هي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأن السعودية هي حليف أساسي في الشرق الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعد أن وقعت إيران التعاون وثيقة التعاون الاستراتيجية مع الصين ل25 عاما، أعتقد ما نراه الآن من هنا من واشنطن هو تقرب الولايات المتحدة الأمريكية من حلفائها في المنطقة، إن كان اليابان. أستاذ روان، إذا ما نظرنا يتعلق بإيران. إذا ما نظرنا إلى السياسة الأمريكية التي يصفها البعض بالمرنة أو الهادئة الناعمة اتجاه إيران، لا سيما في ملفها النووي، هل يمكن أن يكون ذلك دافعا لإيران من أجل أن تقوم يعني ترميم علاقاتها مع السعودية بعد سنوات من القطيعة؟ نعم، هذا صحيح. يعني نشرت أو كان هناك تقرير وبيان من السعودية أنها تشجع أو أنها ترى في الجي سي بي أو إيه، خطة العمل الشامل 2015، أنها الأساس لبناء يعني علاقات يعني ثقة وتعاون تمهد لاتفاق أشمل، وهذا جديد في اللهجة السعودية. نعم، لأنه هناك مصلحة أيضا لإدخال نقاط جديدة، وهو ما يريده إدارة بايدن هي موضوع برنامج الصواريخ الباليستية، وأيضا فيما يتعلق مواضيع أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. نعم. يعني الدور الإقليمي المزعزع للاستقرار. نعم. لذلك هذه تخفيض الحدة هي أساسية لدعم المفاوضات.